يعني بن شرقي مش عايز اقول صدم الزمالك، ولكن بن شرقي راجل محترف وبيطبق الاحتراف بحذافيره، ولما كان مع الزمالك طبق الاحتراف بحذافيره، لعب لاخر يوم في عقده بل ومشي وهو رافع كاس، وهو رافع كاس مصر. فلعيب محترف ومحترم. طبعا الكلام ان بن شرقي هيجي الزمالك، طبعا بن شرقي هو مكمل مع الجزيره الاماراتي الا اذا تم فسخ التعاقد بالتراضي، ساعتها ممكن نتكلم. انما بن شرقي بيقول لك اشعر بالراحه مع الجزيره الاماراتي وما تردد عن عودتي للزمالك، شائعات لا اساس لها من الصحه، احترم الزمالك وجماهيره اللي دعمتني في مشواري مع الفريق، وانا سعيد بالتقدير اللي وجدته ومحبه الجمهور ليا، ولكني لاعب محترف واحترم عقدي مع الجزيره. اكيد كلام طبيعي من اشرف بن شرقي انه بيحترم تعاقده، وده ما فيهوش اي يعني حاجه تسيء ليه، بالعكس ده لعيب محترم ومحترف. طيب اشرف بن شرقي هنسيبه وهندخل على افلاس الاهلي. هو الاهلي ده بيفلس؟ ما عمالين بيضيعوا فلوس على الارض، عمالين بيرموا فلوس على كريستو وميكوسوني وبيرسي تاو، رغم ان الواد بيرسي تاو جاب جون حلو، بس بعد الجون ده هيقعد له اربع خمس سنين تاني مصاب. وعمالين يصرفوا فلوس على الواد اللي هو سافيو، وعمالين يعني انتوا عارفين بقى، مش هقعد اعدلكم بقى. فطلع علينا رئيس شركه الاهلي، ولما رئيس شركه الاهلي يطلع يتكلم تفتكر اكيد الجمله اخواني لقد بلغ مش عارف الظالمون المدى، مش فاكر قال ايه. الاستاذ عادل القيعي بيقول لك ايه، بيسالوه يعني على الصفقات، وانتم ما جبتوش صفقات وانتم مش عارف ايه، هجوم هجوم. رد الاستاذ عادل القيعي قال لك احنا مش معانا فلوس نجيب صفقات، الله عليك، وما فيش فلوس في النادي عشان نجيب صفقات، والنادي بيمر بازمه ماديه طاحنه. بتمر بازمه ماديه طاحنه، فكرني بالمعلم جابر الشرقاوي مع محمد هنيدي، يعني مش عارف عملت لك ايه وجبت لك ايه وجبت لك مش عارف ايه، انما البعيد ايه جبله. بالظبط افتكرت المشهد ده من الفيلم اللي انا بعشقه فول الصين العظيم. انا الفيلم ده لازم كل ما اشوفه اضحك، وبالذات الجزء الاولاني بتاع معلم ابو موته. ف ازاي الاهلي معوش فلوس، وازاي السنه اللي فاتت كان ميزانيه الكوره في الاهلي خسرانه خساره 200 مليون جنيه. ده انت عندك 6 فروع وعندك 20,000 راعي وعندك شركة راعية بتديك 90% من الدخل بتاعها او من الميزانية بتاعتها، وعندك مش عارف فلوس جالك منين، وبتاخد الفلوس من كاس العالم للاندية 2 مليون دولار، وبتاخد الفلوس بتاعت لما بتاخد بطولة افريقيا بتاخد فلوس، ومش ده كله وعندك افلاس وما عندكش فلوس ومش لاقي تاكل. ده على كده الزمالك ده بطل، ده على كده الزمالك ده يتعمل له تمثال في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. اه والله الزمالك من اللي هو فيه ده. فتخيل لما يطلعوا له معناش فلوس، يعني امسكوا ايديكم شويه، بطلوا الصفقات اللي انتم بتجيبوها كدنسة، الكندوسي ومروان عطيه يعني 30 مليون جنيه، هم 29 يعني بتوع مروان عطيه. الحمد لله. يعني ال 29 بتوع مروان عطيه لو كنت وفرتهم كانوا نفعوا. المليون ونص دولار بتوع الكندوسي لو كنت وفرتهم كانوا نفعوا. مليون و200 الف دولار بتوع كريستو، الكريستو بتاع الانا. بتوع كريستو اللي ما نعرفش ده ايه، كريستو ده بيعمل ايه ولا؟ انتوا شفتوه؟ وفر الفلوس دي. ميكوسوني قاعد في البيت عمال ماسك المواعين وعمال يغسل المواعين وبياخد فلوسه من الاهلي وهو بيغسل المواعين، عادي جدا عادي. والتر بواليا، اليو بادجي، اجاييه، الناس الحلوه دي، الناس الرايقه، بحب الناس الرايقه
اللي بتقبض على طول، اما العالم المتضايقه ف هيخلوني اشد في الدول، وبحب الناس الرايقه. طيب ده بالنسبه لافلاس الاهلي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الاهلي ويقف على رجله ويشهر بقى افلاسه بشكل رسمي ان شاء الله باذن الله، واللي يمله تبرعات كده، وانا اول واحد اتبرع يعني. هتبرع بالمج ده للاهلي. عبد الله السعيد مش ناوي يجيبها لبر. عبد الله السعيد مش ناوي يجيبها لبر. الاهلي اخد حكم على عبد الله السعيد في مركز التسويه والتحكيم بتاع اللي هو الملاكي بتاع عبد الله السعيد. الاهلي اخد عليه حكم ب 2 مليون دولار. عبد الله السعيد استأنف في المحكمه الرياضيه الدوليه. الاهلي قدم طعن في المحكمه الفيدراليه السويسريه. الاهلي الطعن بتاعه اترفض، والمحكمه الزمت الاهلي بسداد اعتقد 20,000 فرنك، مش عارف غرامه ايه وغرامه لعبد الله السعيد واتعاب المحاماه وكده يعني. الاهلي لغايه دلوقتي ما دفعش. عبد الله السعيد المحامي بتاعه بيقول لك احنا لسه لغايه دلوقتي ما خدناش فلوسنا من الاهلي، وهنعمل ايه بقى؟ هنقدم شكوى ضد الاهلي في الفيفا بتقول ان احنا لسه ما اخدناش الفلوس بتاعتنا، وعشان نستعجل الفلوس بتاعتنا. فربنا يكتر من الاهلي وامثاله والكلام الجميل اللي الاهلي بيعمله والحبشتكنات اللي الاهلي بيعملها. ويلا بقى بينا نطير، يلا نطير على كهربا، يلا نطير على كهربا. انا احب الناس اللي بتقعد معايا للاخر بصراحة يعني، والاخر ده الاخير ربه كريم. لايك وشير عشان هنطير، واربط الحزام عشان هنطير على كهربا دلوقتي. بص يا محترم، بص يا محترم، اولا يعني عقوبة كهربا فين؟ عقوبة كهربا فين؟ في الدرج. لا والله ما اعرف ان الختم في الدرج. هو انتوا مش ناويين تفتحوا الظرف؟ يعني انتوا مش ناويين تحنوا على نفسكم وتفتحوا الظرف بتاع لجنة الانضباط، والوفد اللي جه كنت انفرطت وقلت لكم ان في وفد جه من الاهلي عشان يقدم الاستئناف ويتكلموا مع اتحاد الكورة في كواليس البتاع العقوبة. مش عايزين تطلعوا العقوبة ليه؟ بتاعت كهربا 8 ماتشات، عارفين ليه؟ ولا مش عارفين؟ انا عرفت. ايه خايفين من الخطيب؟ لما قال لكم مش هقبل العقوبة الا لما تحققوا مع مرتضى منصور ويطلعوا العقوبتين مع بعض، ويطلعوا العقوبتين مع بعض، ها؟ خايفين من الخطيب. طب تعالى نديكم انفراد تاني، النهاردة يوم الانفرادات، تعالى نديكم انفراد تاني. بيتكلموا في اتحاد الكورة، هو الخطيب قال لهم قرار جمهوري، قرار جمهورية الاهلي. ايه هو القرار يا عم بيبو؟ قال انا مش هقبل بعقوبة كهربا، ولازم تحققوا مع مرتضى منصور عشان العقوبتين يطلعوا مع بعض. يا عم ده انت حبست الراجل. هحبسه وكمان هشتكيه وهفضل وراه لغاية لما يختفي خالص من المشهد. طب ليه؟ اصل هو بيقول عليا مش عارف ان انا بتاع ايه وبتاع ايه وبتاع ايه، واخدت ايه وسبت ايه وعملت ايه ورحت فين وجيت من ايه. ماشي يا عم ماشي. ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ حد قالك الموضوع ده قبل كده؟ لا. طب تعالى اقوله لك انا. عارف ليه بيأخروا غرامة كهربا؟ عشان حاجتين. الحاجة الاولانية عاوزين، ده اللي انا سمعته، عاوزين كهربا يتوقف الثمان مباريات وتتخفض لاربع مباريات. اولا اول ما العقوبة تطلع كهربا يتوقف، ده الصح، كهربا يتوقف ما يلعبش كورة لغاية ما لجنة الاستئناف تخفض العقوبة من 8 لـ4، وكهربا يقعد الاربع ماتشات وبعد كده يبقى يلعب. يعني الفترة ما بين القرار بتاع الانضباط وقرار الاستئناف، الفترة دي لازم كهربا ما يلعبش.
زي امام عاشور حصل مع امام عاشور نفس الكلام، انما ده الاهلي مش هيحصل معاه كده لو وقفت على ضوافر رجلك. الاهلي مش هيحصل معاه كده، ده الاهلي، ده الاهلي، ده بيبو. عاوزين ياخروا الغرامه لغايه ما تبدا بطوله الرابطه، لغايه ما تبدا بطوله الرابطه، وعاوزين الايقاف يسري على بطوله الرابطه بالراحه كده. عاوزين الغرامه تسري على بطوله الرابطه بحيث كهربا يقعد له ماتشين ثلاثه على حسب بقى ما الاهلي يطلع امتى، يكمل ما يكملش، ويخبط له ماتشين ثلاثه من الرابطه. وكده كده الرابطه اصلا الفرق كلها بتلعب بالبدلاء والناشئين، يعني بطوله تعبانه ملهاش قيمه يعني. ف يقضي العقوبه بتاعته في الرابطه، ده رقم واحد. الكلام ده ما حدش قاله لك. طب تعالى بص الخبر التاني برضو، ده كله بيفكروا في اتحاد الكوره مرعوبين، والله العظيم مرعوبين من الخطيب. انا بحلف بالله العظيم اتحاد الكوره كله مرعوب من الخطيب. عمالين بص اللي هم ماسكين السلك الكهرباء وعمالين يعملوا كده طول الوقت. طب تعالوا نخش على الانفراد التاني. عاوزين بيفكروا طب نطلع الغرامه دلوقتي، يرد واحد على اللي بيقول كده، نطلع الغرامه ازاي؟ ده جمهور الاهلي متضايق، ده لسه ملسوع خمسه على قفاه. جمهور الاهلي متضايق، انت احنا هنبقى بنهرج يعني ان احنا نخرج يعني خبر زي ده وعقوبه زي دي في التوقيت ده؟ جمهور الاهلي هيبقى زعلان، ولازم الناس تنام مبسوطه، فلازم يعني جمهور الاهلي ينام مبسوط، وربنا ينتقم من سان داونز ومن اللي عملوا سان داونز. مش كل ما نبعت لكم الاهلي ترجعوه لنا كده حامل خمس تجوان في الشهر الخامس، عيب. كل ما نبعت لكم الاهلي ترجعوه حامل يعني حامل خمس اهداف، ينفع كده كل ما نودي لهم الاهلي حلو سليم يرجع حامل يعني خمس اهداف وفي الشهر الخامس؟ فبيفكروا نطلع العقوبه دلوقتي ما نطلعهاش، نطلع العقوبه دلوقتي ما نطلعهاش. طب واحد بقى فقيق، طب نطلعها بعد مباراه القطن، والله الاهلي كسب، طلع العقوبه، افتح الدرج يا ابني طلع العقوبه. لو الاهلي كسب، الاهلي فضل مغلوب او اتعادل فالجمهور زعلان، هنفضل مكمرين، عارف مكمر؟ عارف لفظ انت مكمر الفلوس؟ هنفضل مكمرين العقوبه. هو احنا فين؟ هو انتوا ازاي؟ على رأي الضيف احمد، انت امتى؟ انت ازاي؟ انت ليه؟ هو انتوا ايه؟ انتوا مش مكسوفين؟ انتوا مش مفضوحين؟ خالص؟ مش مكسوفين؟ مش مفضوحين؟ هو الاهلي بيعمل فيكوا ايه؟ بيعمل فيكوا ايه الاهلي؟ بيقرصكم من ال اي كده؟ كده؟ ولا بيعمل فيكم ايه؟ هيعملوا بيبي في الشارع فهتزحلقوا؟ هو الاهلي بيعمل لكم ايه؟ هو انتوا ليه كده؟ بس احنا رجاله على الزمالك. ايقاف قيد يا عم، ده لجنه الانضباط والراجل المستشار المحترم الشرباجي اعتقد، الراجل طلع قال اتحاد الكوره ظلم الزمالك وتصرف غلط ووقف القيد للثلاث لعيبه غلط. احنا رجاله، عارف انت ابو موته في فيلم تن 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 على الزمالك عاملين كده، على الاهلي خطيب خطيب خطيب. اصل الغرامه يا فندم اش اش غرامه ايه؟ تتفرج خطيب. طب على الزمالك ابو موته، وده لاقيه عايش يا معلم. المهم، ما انا بضحك والله العظيم عشان ما اشتمش يعني، ما انا يشتم يضحك. المهم، ده بالنسبة للطبخة بتاعت كهربا والقصة والحكاية والرواية. تعالوا بقى ندخل نسيب العته اللي عندنا وندخل في الجد بقى، ندخل في الكلام الجد بقى. الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي كهربا، وهو صديق بالمناسبة يعني، دي معلومة في وسط الكلام كده، هو صديق للمستشار مرتضى منصور. وعلاقة الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي كهربا علاقته كويسة بالمستشار مرتضى منصور، ده كده إيه في المقدمة كده. الأستاذ أشرف عبد العزيز طلع امبارح مع عمرو أديب وقال
هندفع غرامة كهرباء آخر يوم في المهلة. وقال لك مفيش تقسيط والموضوع ده اتقفل من فترة. ايه ده؟ يعني كان في واد بيبهد إيه؟ بيبهد ايه؟ بيهبد. واد بيهبد اسمه على اسم دولة عربية، وشه على طول عامل كده، مش عارف اسمه ايه، مش فاكر، فكروني باسمه. الواد ده يا عيني من كتر الاقلام اللي عمال بياخدها اخباره الغلط، عامل زي المغسله بتاعت العربيه اللي هي تيك 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 تيك، من كتر الضربات اللي عمال بياخدها. الواد ده طلع قال لك كهربا هيقسط العقوبه والزمالك وفي مرونه من الزمالك، وقعد يهبد. وانا طلعت قلت لكم كان في محاولات الفتره اللي فاتت ولكن الزمالك مش هيقسط عقوبات. الاستاذ اشرف عبد العزيز طلع كسف الواد ده، قال لك مفيش كلام الفترة الأخيرة على تقسيط عقوبة كهربا، اتكلمنا مع الزمالك وأنا اتكلمت مع المستشار مرتضى منصور من فترة والمستشار مرتضى منصور رفض. وهقول لكم حاجة ما بين السطور، مش عارف الأستاذ أشرف قالها ولا لأ، المستشار مرتضى منصور كان شرطه أنه يقسط غرامة كهربا أن حد من الأهلي مسؤول، يا إما رئيس يا إما نائب يا إما أمين صندوق، يتصل بيه ويقعدوا يعملوا جلسة ثلاثية، نادي الزمالك والاهلي وكهربا، يعملوا جلسه ثلاثيه ويتفقوا والاهلي يكون حاضر. ده كان شرط المستشار. المهم فالراجل قال لك هندفع الغرامه اللي هي 2,400,000 اخر يوم في فتره السماح. ده معناه ايه يا معلم؟ واحده واحده عليا. ده معناه ايه يا معلم؟ ده معناه ان الطعن بتاع كهربا حاجه من الاثنين، يا اترفض يا اما هم عرفوا بالتليفون كده سألوا ان الطعن. تعيش انت يا حاج، انت تعيش يا حاج. ما هو لو في طعن جاي المحامي مش هيطلع يقول كده، يقول لك ان احنا منتظرين نتيجة الطعن، اول ما يجي هنشوف هندفع دلوقتي ولا هنستنى لما الطعن. انما مادام الراجل طلع قال لك هندفع في اخر يوم في فترة السماح اللي هو يوم 8 ابريل، اعرف ان الطعن مش جاي. ده اللي انا فهمته من كلامه وليست معلومة. ده رقم واحد. رقم اتنين، عاوز اقول للواد دبانة ده كهربا هيدفع نص الغرامة والنص التاني على افيز وافيز وافيز. الافيز ده اللي بتمسك بيه ماسورة الصرف، يالا عارف يالا ماسورة الصرف اللي بتبقى نازلة على الحيطة دي، ده الافيز. ممكن تحط في ماسورة الصرف وممكن تحط مثلا الافيز ده فين؟ في حتة تانية في ماسورة المية، تفهمني؟ يقعد يعمل لك كده ونص الغرامه والنص التاني على افيز وما افسي، واصل كهربا مش هيدفع، اصله هيماطل، اصله هيقول لهم خدوا 300,000 دولار والنص التاني هندفعه ببست المشتريات على 24 شهر بدون فوائد. هبد 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 كتير. ادي المحامي اهو بيقول لك مفيش الكلام ده وهندفع في اخر يوم يا فتره السماح. طب وهابد الهبايدة؟ عارفين هابد الهبايدة؟ هابد الهبايدة. طب جامس الجمايسة؟ اصل الزمالك مش هينفع يشتكي الا لازم ثلاث فترات كيد. اوعى يالا، عارف انت اوعى يالا، عارف دي بقول لك لازم اهزر يا اما هشتم. يعني اول ما تلاقيني بهزر اعرف ان الانفعال التاني شتيمة، فانا مش هشتم. ايه رايك؟ شفت الثلاث فترات كيد ولا ما شفتهمش؟ طب تحب اوريهم لك؟ هم ايه دول يا محمد؟ الثلاث فترات كيد شفتهم يالا؟ عرفتوا ان انتم كدابين؟ عرفتوا ان انتم هجاصين؟ عرفتوا من اللي انتم ولا تيت وتيت 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 ولا ما عرفتوش؟ كهربا بيجهز الفلوس، ومش عارف بقى المعلومه دي حد قالها ولا لا، هختم لكم بيها. كهربا بيجهز الفلوس والفلوس هتدفع قريب للزمالك. الحمد لله فلوس امام عاشور مع فلوس كهربا، انت بتتكلم في حوالي 5 مليون دولار، 3 بتوع امام والاتنين بتوع كهربا، وهيبقى انتعاشه كويسه في خزينه نادي الزمالك يعني ان شاء الله. طيب كهربا اخر محاوله بيعملها ايه؟ كهربا اخر محاوله بيعملها ايه؟ كهربا تواصل مع الفيفا وقال لهم، بعد زي خطاب سري بس تعرف،
عاوز ادفع الغرامه ولكن بالمصري مش بالدولار. ليه كهرباء مش لاقي سيركت يعني صرافه في مصر؟ مصر ما فيهاش شركات صرافه يا ابني. قال لهم لا مصر فيها شركات صرافه ولكن انا بقبض العقد بتاعي بالمصري، ومصر فيها ازمه دولارات وسعر الصرف والحكايه والروايه وفي السوق السوداء. وقعد بقى كهرباء يعيط له، اصل في السوق السوداء الدولار ب 35 جنيه والدنيا صعبه والحاله ناشفه والدنيا ضنك. وقعد يعيط له، قعد يعيط له وعاوز يدفع الغرامه ال 2 مليون و 400 الف دولار ولكن بالمصري وليس بالدولار. يعني 80 مليون ادفع 80 مليون، مش هيحطهم بالدولار، لان المشكله الكبيره قدام كهربا مش الغرامه. كهربا شايل جزء نص الغرامه وديعه بالدولار هيفكها. القصه مش كده، القصه في النص التاني اللي مع كهربا بالمصري، انه يحوله دولار، انه يحوله دولار من مصر لدولار. طب بالذمه في شركه صرافه تحول لك مليون، مليون ايه؟ تحول لك 40 مليون جنيه لمليون دولار؟ مش هتلاقي، مش هتلاقي. روح بقى شوف البنك المركزي اذا كان في دولارات متوفره ولا مفيش. موال، دي اكبر عقبه بتؤرق ابو الكهارب الهارب.